صباح النور شباب، بنات، كل قاعد يتابعوني. أول مرة أسجل فيديو الصبح. اليوم طبعا الفيديو هو عبارة عن فيديو ترفيهي، ما بيه شي يخص الدراسة، عبارة عن عدد من الأسئلة صراحة بعد ما حسبتهن يمكن 52 أو شي 52 سؤال. هذني الأسئلة عبارة عن شي ترفيهي، يعني أكو بيهن أسئلة لها علاقة بالدراسة ولكن مو أسئلة علمية، يعني لها علاقة بالطب وحياة الطب وإلى آخره وشنو بعد الطب من هاي الأمور. ولكن بالمجمل أسئلة، بها أسئلة شخصية، بها أسئلة مش شخصية كلش، يعني بها أسئلة، إنه أسئلة يعني عامة، هيج شي أسئلة عامة، أسئلة فكرية، أسئلة فلسفية، أكو متنوعة، أسئلة متنوعة. ببداية هذا الفيديو قبل أن نبلش بالأسئلة، حبيت فقط أنه أقول شنو كملخص لـ 2019، كملخص لـ 2019 أنه هذه القناة تأسست بالـ 2019. أول فيديو نزل تقريب 7/1 أو هيك شيء، شهر الواحد بالـ 2019، يعني لا تزال هذه، يعني لا يزال لم يمر سنة على هذه القناة. الإنجازات اللي صارت بهاي القناة كثيرة، ولكن لا يزال إنه أكو بعد أكثر. عدد الفيديوهات الأساسية ما يقرب 130 فيديو بسنة، إنه يعتبر شيء جيد جدا. بالمستقبل إن شاء الله يكون أكو فيديوهات أكثر. المستقبل بكثير من الأشياء الجميلة إن شاء الله. دائما راح يكون أكو تقدم بالمستوى، دائما راح يكون أكو بالإديتينج، تقدم بالإديتينج، تقدم بالمحتوى نفسه، إنه أكو محتوى راح يكون غير الدراسة، محتوى صحي، إنه يعني يستفادوا منه العامة، مو إنه اللي فقط طلاب الطب وفقط طلاب العلم، لا، ممكن يكون أكو أشخاص ما لهم علاقة بالجامعة أصلا ويستفادون من هذه القناة. هذا المخطط، ولكن 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 متى هذا الشيء راح يكون بعدني ما متأكد بالضبط، ولكن إن شاء الله يعني بأقرب فرصة ممكنة. هاي خلصنا منها. أيضا الفقرة الثانية، إنه أكو فد شيء لطيف بهذا الفيديو، فد شيء إلى حد ما مشوق، راح تظهر لكم كل شوية فد شغلات معينة ما معروف وين بالضبط، هي راح تقتص الفيديو وتطلع. أوكي، هاي الشغلات إنه راح يكون بيها، ما أقدر أسميها هدية أو مفاجأة، خلنا نسميها إنه تلاطف بيني وبينكم. أوكي، فطبعاً الشخص اللي راح يكون صاحب الحظ السعيد، أو هو مو شخص واحد، يعني راح نشوف هذا الشيء خلال الفيديو، ما راح أتكلم أكثر، خليها مفاجأة، خليها تتفاجئون بيها. الفيديو طويل، ولكن حبيت أجاوب على كل أسئلتكم، وأكو أشياء مشوقة بهذا الفيديو، شوية مشوقة. خلونا نتابع هذا الفيديو. أول شيء، هو طالما هو فيديو ترفيهي فجيبوا القهوة أو أي شيء تحبون تشربوه، وإنه تعالوا استمعوا لهذا الفيديو قبل لا نبلش. فوقفوا الفيديو وحشوفوا، جيبوا فتشي يعني تستمتعون بيه، تاكلوا وتشربوا، حتى ما يكون هذا الفيديو كلش ممل. اوكي، يلا معنا. الله، طيب القهوة من يمر بس طيبة. اول سؤال، من هو الذي يلهمك دائما ان تستمر بهذا العمل؟ العمل طبعا هو القناة وهذا الشرح وكل هذا الاداء. ماكو شخص معين، ما عندي شخص معين انه يلهمني، كل الفكرة انه اني دائما اشوف نفسي بالمستقبل، و يعني أرسم صورة معينة عن نفسي أو أسعى حتى أصل لها دائما. طبعا الصورة تكون ملائكية، الصورة تكون ما بها غلطة، بس إنه إذا وصلت بنسبة 60-70% فيكون إنجاز كبير. فدائما أضع الخطط على يعني الليفل العالي، حتى لما أوصل، حتى لو أوصل مو 100% فيكون الوصول جيد. ما هو أفضل اختصاص؟ السؤال هو نفسه غلط، يعني ماكو شيء اسمه أفضل اختصاص. ممكن يكون أفضل اختصاص إلك، بس هو مو أفضل اختصاص إلي. ممكن يكون أفضل اختصاص من ناحية العائد المالي، بس مو معناته هو أفضل اختصاص على الإطلاق. السؤال نفسه غلط، فهذا الشيء يتحدد حسب ميول الإنسان، حسب رغباته، حسب المجتمع، حسب هو شغلات. فغلط أن نقول أفضل اختصاص. ما هو أفضل اختصاص للبنت؟ هذا نوعا ما بينا من المنطقية،
أفضل اختصاص للبنت أنه بشكل عام I don't know، ولكن كمقارنة ما بين الطب، طب الأسنان والصيدلة، فأعتقد أنه طب الأسنان لطيف، الصيدلة ألطف بشكل عام. أنه أنا أعتبر تخصص الصيدلة أهم من الأسنان، لأنه ببساطة أنه إذا وقعت أسنان الإنسان ما مشكلة، بس إذا ما لقد ولا مشكلة، يعني بهذا المعنى يمكن أعتبرها طريقة، يعني يمكن طريقة تفكيري يختلف بها البعض، يختلف معها البعض، ولكن بشكل عام أنه أعتقد أنه الصيدلة بشكل عام أفضل من الأسنان. هاي نقطة كأداء، يعني كفائدة للمجتمع، كأهمية تأثيرها على حياة الإنسان بشكل عام، أنا أعتقد أنه الصيدلة هاي نقطة. أما بالنسبة للبنات فما أقدر أقول أنه البني الطب مو للبنات، لا، أكو بنات مبدعات بالطب، أكو يعني نساء امتهنن الطب طبيبات، وهن أفضل من الأطباء بمليون بالمية. ولكن يعني بشكل عام أنه لو أريد أرتبط بإنسانة فأتمنى أنه ما تكون طبيبة، بس مو معناته أنه راح أحط هذا كشرط. هاي بشكل عام يعني جاوبت على هذا السؤال قبل بأذني الكوميونيتي المنشور يطلع على اليوتيوب، مو فيديو أو شيء، منشور يطلع، فتقدرون تشوفوه بالمنشورات إنه مهواي. ما هي أبرز الفروقات بين جامعة الكوفة وجامعة بيروت؟ طبعا هذا السؤال من بنية لبنانية، صديقة اسمها مريم، تحية لها لأنه كده راح تشوف هذا الفيديو. هاي نقطة. النقطة الأولى، إنه نقطة ثانية يعني شنو الأهم أو أبرز الفروقات؟ هو أكو نوعين. النوع الأول إنه كجامعة نفسها فأكيد جامعة بيروت أفضل من ناحية إنه مثلا واحدة من الأمثلة أن تخلي طلابها يعتمدون على المصادر، وهاي اللي أتمنى تتحقق بجامعة الكوفة. تخلي طلابها يعني تمنع المحاضرات عن طلابها، إنه ما عندك مصدر تدرس من المعلومات غير المصدر نفسه. هاي نقطة مثلا واحدة من النقاط اللي تتفوق بيها بكثير، وهي هاي من أبرز مهام الموديول، إنه لازم الموديول يكون على يعني على المصادر. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه جامعة الكوفة لا بعدها مستواها كمستوى علمي مقارنة بجامعة بيروت أقل صراحة بكثير، ولكن كحياة جامعية كل واحدة وإلها مميزاتها وسلبياتها. أنا شخصيا بالعراق شفت نفسي مرتاح أكثر من بعض النقاط، ببيروت كنت مرتاح أكثر من نقاط مختلفة، فكل وحدة ولها مميزاتها، بس كعلم فجامعة بيروت تتفوق بالكثير صراحة. هاي نقطة. ما هو أصعب موقف تعرضت له كطالب طب؟ أصعب موقف هو ما كنت طالب طب، كنت أسعى أن أكون طالب طب، هو بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم. الموقف اللي تعرضت له أنه كانت يعني لحظة قلت بيها أنه أنا مو قد الطب، كانت لحظة ضعف، لحظة يعني كنت I feel lost هيجي شيء، ف I felt lost بهذا المعنى، فهيجي شيء يعني. ولكن يعني بعدين صراحة لا، إنه تبين لي إنه أنا قد الطب، ما أعتقد الدليل قدامكم. أنت من وين؟ من وين؟ أنا من العراق النجف، ولكن أصلي من بغداد، سكني النجف. ودراسة الطب إلا واحد ذكي كلش؟ ما أعتقد، لا، أنا ببساطة مثلا أنا ما أعتقد، ما أعتبر نفسي إنه ذكي كلش، يمكن أعتبر نفسي ذكي بس ذكي كلش ما أعتقد. وأي مرحلة وشنو النصائح يلي تقدمها لطلاب الثانوية؟ سؤال صعب. شوفوا الحالة اللي أنا بيها هسه من الاستقرار النفسي، إن أنا خلاص دخلت الطب وقاعد أسعى للحلم اللي أريده، لا تقدر بثمن. فأنت ببساطة يا طالب الثانوية أو يا طالب الإعدادية، إنه أنت قاعد تسعى بحياتك الآن حتى توصل للنقطة، نقطة هذا الارتياح، إنه أنت مرتاح من ناحية الدراسة، والتي لا تقدر بثمن. الرضا والراحة النفسية من فد شيء معين بغض النظر عن أي شيء، فهو راحة البال يعني بشكل عام
والراحة النفسية هي شيء لا يقدر بثمن. فأنت قاعد تسعى للشيء اللي لا يقدر بثمن، فأي تضحية وأي وقت تبذله في سبيل هذا الشيء صدقني مو خسارة أبدا. ومهما دفعت، فلو دفعت أكثر يكون أفضل. طيب، هذا أبسط شيء. ناوي تخطب وتتزوج عن قريب؟ عن قريب لا، ناوي أخطب وأتزوج أكيد، يعني أريد أخطب وأتزوج، لكن هي البيسك بالموضوع اللي هو البنية ماكو حاليا. طيب، عندك سيارة؟ إذا إيه فشنو هي، شنو نوعها؟ لا ما عندي سيارة، بس عندي سيارة البيت يعني وسيارة العائلة، إنه هي متاحة للكل وأقدر أخذها وين ما أريد تقريبا. فتوكسن 2019، وكل يومية احنا نبدل السيارة، فهي ما ثابتة بصراحة يعني، بس هي دائما يعني غالبا توكسن، ما أدري ليش نبدلها وهي الفترة، بس ظاهر يعني ما أدري. طيب، شايف أنمي قبل؟ أوكي، إذا شايف شنو هي الأنميات؟ هو أنا شايف شيء اسمه دراغون بول زد، بس هل هو يعتبر أنمي؟ أعتقد يعتبر أنمي، هذا فقط اللي شايفه. فبالأنمي يعني مقوي صراحة، بيا موسم بالسنة جاي للدنيا، هو 18 شهر أعتقد دائما هو شتاء، ما أدري إذا مر علي أنه هو شتاء، ما أدري، بس أعتقد شتاء، كان مفروض أتأكد من أمي بس الأسئلة مو كلها قرية. شنو القدرة الخارقة اللي تتمناها تصير عندك؟ إنه أكون ذكي كلش 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 ذكي بشكل فظيع. صحيح العواقب وخيمة، بس إنه مستعد أتحملها صراحة. تحب ترجع تدرس؟ تحب ترجع تدرس بلبنان بعد وراء التجربة هنا؟ لا. ليش؟ لأن هذا كله سويته لأن رجعت للعراق، لا باقي بلبنان، لا يكون عندي قناة يوتيوب، ولا أكون مستقر نفسيا مثل ما أني هسه ناحية الدراسة، بس ولا يكون يعني هواي أمور بالعراق ما أقدر أحصلها بلبنان، واحدة منها الارتباط. ما أعتقد يعني لو أبقى بلبنان جوز ما ارتبط إلا بعد سن 40 جوز، ما أدري، ما أعرف شنو كان ممكن يكون حياتي، بس أعتقد إنه واحدة من الآثار اللي راح تكون إنه هاي الحياة الاجتماعية ما راح تكون مرضية أبداً، والعلاقات الاجتماعية بشكل عام. صار لك إيش قد تلعب حديد؟ هو أني من الثالث متوسط، يعني بعد كانت فترة المراجعة بالثالث متوسط أنا دخلت القاعة، هاي أول دخول، وكانت بشكل متقطع دائماً، ولكن على مدى سنوات من الثالث لحد الآن كنت مستمر. وهي العضلات ما بنيت بيوم واثنين، وهي ما تنبني بيوم واثنين، تحتاج فترة جدا طويلة، لأنه أنا لا أستخدم لا مكملات ولا أي أشياء غير طبيعية، بس الأكل وبس، لكن الأكل ملتزم منظم يعني. تتوقع راح تربح من اليوتيوب بالمستقبل؟ هو كربح يعني أنه اليوتيوب تعطيني فلوس وكذا، ما أدري، يمكن أربح، لأنه يعني القناة وبالمستقبل صراحة عندي هواي مخططات إلها، فهيج شيء يعني هواي أكون مخططات، فأنه أعتقد أنه ممكن أجيب عائد مالي، لأنه هذا تحولت بالإنجليش، أنه صار الفيديوهات بالإنجليش وصار تستقطب أجانب يعني ممكن، فعلى ما أعتقد أنه راح يكون الربح منها مو بالقليل، فأعتقد إيه ممكن، ولكن بما يخص اليوتيوب عندي مشاريع مختلفة، فالربح ما راح يكون ممكن على اليوتيوب من جمهور القناة نفسه، أما شلون فهذا خليل المستقبل. عندك حيوان أليف؟ لا. شنو نوعه؟ ما عندي أساسا، بس أتمنى صراحة أربي كلب، بس مو هسه. إذا كان عندك حق تسوي جريمة واحدة شنو راح تكون؟ أضف خشب شوي. جريمة؟ ليش؟ يعني إذا لي حق وما يحاسبوني عليها أسطع على بنك. طيب، سكنك بلبنان كان قريب من الجامعة؟ لو كنت تحتاج وسيلة نقل، إذا كنت شنو هي؟ يعني هو إذا احتاجت وسيلة نقل فهي السكفيس اللي هو يكون 2000 دينار، يأخذك الأماكن غالبا سكفيسين، يعني حسب بترتيب معين في لبنان، هو مثل التاكسي بس يصعدون بي أكثر من واحد.
هاي إذا احتاجت، بس هو كان دائما قريب، هو سكن بثلاث أماكن بلبنان فقط أني، ودائما كانت قريبة، ما أختار أساسا سكن بعيد من الجامعة حتى ما أحتاج وسيلة نقل وتزداد المصاريف. شو أكلتك المفضلة؟ ما عندي أكلة معينة، يعني عندي أكلات مو مفضلة هواية، بس كأكلة مفضلة ماكو شيء معين. بس أنا أحب دائما الأكلة اللي تكون سلسة سهلة بالأكل. مثلا ساندويش تكون، مثلا ساندويش باهيتا، مرة أكلت ساندويش باهيتا بلبنان لا يعلى عليها. شنو لونك المفضل؟ السمائي. لون المفضل السمائي. أفكر تفتح بزنس خاص بيك؟ أي بالمستقبل إن شاء الله. دولة أحلامك اللي تتمنى تعيش بيها؟ هي ماكو دولة معينة صراحة، ما خالي بالي أبدا دولة معينة، بس بالمستقبل إذا سافرت وقدرت أكمل دراستي بالخارج فراح تكون الدولة اللي يكون بيها تخصص اللي أريده متطور متقدم، يعني هيك شيء. طيب لو كل الوظائف لها تعيين بالعراق وبراتب منصف تبع الجهد اللي تبذله، راح تريد يكون تخصصك طب؟ بس ما أعتقد إنه كراتب يعني من المستشفى وكذا إنه الطب، ما أعتقد أساساً أي وظيفة بالعراق هي منصف، يعني هو أساساً هذا الشيء ما موجود لأي وظيفة حالياً. أعتقد إنه كطبيب إنه بالمستشفى راتب ما منصف، ما أعتبره منصف. ولو كان كل التخصصات نفس الراتب ونفس هاي، فأعتقد إنه راح أبقى طب، لأنه هو الطب أنا ما جاي على مود الراتب صراحة، هو جاي على مود الطب بشكل خاص. ما هو الاختصاص اللي يتطلب أعلى معدل بالطب؟ صراحة ما عندي فكرة، بس أعتقد العيون أو هيك شيء، ما أدري، أو السونار أعتقد طبيب أشعة، ما أدري. بس هو دائما عادة يعني، وحتى أساسا كطب يعني كاختصاص طب يعني ككلية طب، بس إنه أو يعني من واحد يتخرج من السونار، ليش الطب أساسا على شيء؟ لأنه الطلاب اللي يقدمون عليه أكثر شيء، كل يوم يقدمون طب، فلهذا السبب إنه يكون معدل عالي. فهو المعدل يحدد حسب اللي قاعد يقدمه. بالنهاية أي تخصص تريد تروح له راح يكون أكو مفاضلة بينك وبين عدد من الأشخاص على نفس المقعد الدراسي، فهو هذا اللي راح يحدد. فما أعرف صراحة حاليا هو شنو، يمكن بالمستقبل يتغير، حتى لو كان هسه حاليا كذا بالمستقبل جزء يتغير ما معروف. ما هي أصعب مادة بمرحلة أولى؟ اختاريت الشخص الغلط حتى تسأله هيك سؤال صراحة، ما أعرف. أنا بالنسبة لي أصعب مادة المادة اللي مو حلوة، هي هاي أصعب مادة. المادة الحلوة مهما كانت صعبة تبقى سهلة عندي، مثل الـ MGD عندي سهلة، الميتابوليزم عندي سهلة، أنا أساسا خمس مواد. كانت في يعني الـ Health and Disease صراحة أنه ما المصدر اللي أقرأ من عنده كمحاضرة وكذا أنه ما عاجبني، فكانت بالنسبة لي تعتبر في شيء مو حلو، ولكن هي بشكل عام هي مادة كمادة حلوة، لكن طريقة طرحها وطريقة يعني ما كانت صراحة بالنسبة لي مرضية. كيف يمكن لطالب طب أسنان أن يستفاد من القناة، وهل سيكون هنالك مواضيع أخرى؟ طالب طب الأسنان وطالب الطب هما يعني، هو طالب الطب بشكل عام، هاي القناة موجهة لطلاب الطب بشكل أساسي، طلاب الأسنان يستفادون، لأنه بالمستقبل إحنا مثلا ندرس أكيد النك والهد، ندرس سنو، طالب الأسنان راح يحتاج النك والهد كأناتومي. بشكل عام أكو مفاهيم كثيرة إنه إحنا نستفاد منها، سوري يعني تكون مشتركة بين الطب الأسنان والطب. فهو بشكل عام إنه هذه القناة يعني اللي أحاول أسويه هو الميديكال بيسك ساينس، اللي هي المصادر اللي راح يحتاجها طلاب الطب لأول ثلاث سنوات، أحاول كلها أشرحها وأحاول أزيد قد ما أقدر على هذا الشيء. يعني هو صراحة قايل هذا الشيء مسبقا، انه غايتي من هاي القناة انه تكون جامعة، بس يعني انا رئيس هاي الجامعة وقاعد احكي وياكم فهو هذا غايتي من هاي يعني القناة. فبالمستقبل انه اذا كمل هذا المشروع فرح يستفاد طالب الاسنان من المواضيع المشتركة ما بين الطب والاسنان، رح يستفاد منها. وبكل الاحوال يعني حاليا اكو الى فائدة يعني ما بين يعني الجنرال اناتومي يعتبر احد اهم الفوائد، الميديكال فيزيكس ايضا تعتبر واحدة من الفوائد، وهي هاي حاليا بالنسبة لطلاب المرحلة الاولى مثلا مقليلة تعتبر.
لأن راح تشتغل على لغتكم وراح تشتغل على هواي شغلات. أوكي، كم عدد سنوات اختصاص طب الأعصاب في أمريكا؟ هو أعتقد هو كله يونيفرسال، يعني أعتقد إنه دائما أكو عدد ثابت. سو اللي يصير شنو؟ مثلا أنت حتى تدخل الطب اللي أدري به، حتى تدخل جراحة أعصاب لازم بالأول تدرس جنرال سيرجري اللي هو هذا 5 سنوات، بعدها 3 سنوات أعتقد، وبعد يعني 3 سنوات طب أعصاب تتخصص بطب الأعصاب على ما أعتقد، هيجي شيء ما متأكد، ولكن هو 8 سنوات اللي أدري به. بس أكو مهما درست يعني تبقى أكو نسميه سب سبيشالتي، إنه أنت صرت متخصص بطب الأعصاب بس نصير متخصص فقط بجراحة جزء معين من الدماغ، فهذا بحد ذاته سب سبيشالتي، ممكن يضيف يسويها 9 سنوات يضيف عليها سنة. مثلها ماتين مثلا جراحة الكارديوفاسكولار سيستم أعتقد 7 سنوات، بس ممكن تأخذ سب سبيشالتي يكون سنة، ممكن بعد أكثر سب سبيشالتي أعتقد يسموه أنه راح يصير 9. طب الأطفال همتين هنا هو 3 سنوات، بس ممكن تأخذ سب سبيشالتي تصير متخصص بجراحة القلبية للأطفال، جراحة القلب للأطفال، فهذا لازم 2 سنين تدرسها موجودة هنا، تدرسها بالخارج على ما أعتقد. هيجي شيء. طيب فهو سواء كان بأمريكا أو بأي مكان أعتقد هو نفس الشيء، بس ما عندي معلومة كده عن أمريكا، بس ممكن يكون هذا يعني conflict اللي قاعد يصير. وين لقيت الدراسة الطب أسهل؟ قصدي كنظام بلبنان ولا بالعراق، وشنو الحسنات والسيئات؟ هذا جاوبنا على هذا السؤال، ولكن كأسهل ما جاوبنا. أسهل بلبنان، الطريق واضح ومعلوم أفضل، يعني كتوجيه للطالب فبلبنان يوجهه أقوى، فهذا اللي يخلي بالنسبة لي كشخص مثلي يكون أسهل بلبنان. أما بالكوفة أنه ما يكون أكو توجيه قوي، ما يكون أكو توجيه بحيث أنه الطالب بلحظات معينة يحس نفسه ضايع، فأكو طلاب أذكياء وطلاب يعني يستاهلون أن نقول عليهم متفوقين، بس يكونون ضحية تيجي شيء أنه التوجيه ما يكون تمام، لأنه مو كل الطلاب يعني تستقبل نفس الشيء بنفس الطريقة. بس بكل الأحوال أنا أعتقد أنه دائما الإنسان يقدر يلاقي طريقة، بس يبقى أنه فرق التوجيه جدا مختلف جدا، يعني أنا لو كنت دخلت بالكوفة بس وما رحت لبنان أعتقد ما رح تتكون عندي هاي القدرة العلمية بالمصادر وإلى آخره، ما أدري أعتقد هيك. ليش دائما منعزل؟ والله هي الحياة هيك. وشوف هو أنا مو منعزل، لا كذب منعزل، ما أدري صراحة تقدرون تحددون هذا الشيء يمكن أكثر من عندي، أنا ما بشوف نفسي منعزل، يعني حب أطلع حب أطلب وحب أتعرف على الناس، بس كشخصية مو دائما أتأقلم، يعني أتأقلم فقط ويا الأشخاص اللي يعني يكونون مثلي، أعتقد يكونون نفس ميولي. ما أحب مثلا أقعد أو أطيل الجلوس مع شخص يعني ما عندي بينه وبينه أشياء مشتركة أو ما يثير اهتمامي بشيء، هذا الشيء صراحة ما أحبه. والمشكلة أنه يعني أحس أنه شخصيتي مختلفة شوية، يعني يمكن أعاني بنسبة كبيرة أنه دائما أحس كنوع من الاختلاف في شيء، فأختار على أنه أقعد وحدي على أنه أقعد ويا ناس يعني ما أتأقلم وياهم أو ما أنسجم وياهم. متنبي شي يقول من لم تجانس فلا تجالس، ما أضر بالشمع إلا رفقة الفتلي. أي يمكن ما أدري فهمته ولا لا، بس ما راح أوضح لي إنه إذا وضحت صار كارثة. طبعا هذه هي الصورة إلي بالأول ابتدائي، أول سنة دراسية بحياتي تقريبا 2002 هيك شيء أو نص 2002 ما أذكر بالضبط. هذه الصورة واحدة من 3 صور راح تظهر بشكل عشوائي. الغاية أو اللي لازم تسووه إنه تحددون أني وين بالضبط، وبالنهاية إنه بآخر صورة راح أذكر إنه اللي حدد كلها صح يسوي سكرين شوت ويدز إياها على إنستغرام على الفيسبوك على التليجرام، راح أقول بالأخير إنه شنو الفائدة، يعني شنو راح يستفاد إذا هو حدد أني وين. بس that's it.
فانتظروا لآخر صورة. حضران طبعا بشكل عشوائي يعني، فماكم تحديد يعني وين بالضبط راح يظهران حتى تحضرون الفيديو كله صراحة. فحضروا الفيديو كله حتى تعرفون وينهن. السلام عليكم، شكرا على القناة. ممكن تشرح أكثر عن معدل التراكم على الحياة بعد التخرج من الطب العام؟ بعد سؤال، الطب العدلي تخصص بحد ذاته؟ أي الطب العدلي تخصص بحد ذاته، هذا اللي أعرفه. أي هو تخصص. طيب يعني قصدي حقل الطبيب اللي ما عنده شهادة بكالوريوس فقط يكون، يعني هو أنت تتخرج من 6 سنوات طب بكالوريوس، يكون عندك بكالوريوس، شهادة بكالوريوس بالطب سموها يعني يكون لقبك العلمي جي بي General Physician. بعدها أنه تبحث بعد عن التخصص، يعني لازم مقيم دوري تبقى، يعني حسب مثلا بلبنان سنة واحدة، بالعراق هنا نعتقد 3 سنوات هيجي شيء. بعدها أنه تروح الاختصاص، يعني أكو جراحة عامة، أكو جراحة أعصاب، أكو مثلا جراحة قلبية، أكو أطفال، أكو طب عدلي من عندهن هماتين تروح، أكو طبيب نسائية من شيء يعني. فهاي الحياة، هذا كتخصص بالمستشفى. هذا التخصص تاخذه يعني هو أكيد تكون مرتبط بالجامعة، بس يكون دوامك بالمستشفى، فتكون أنت طبيب بالمستشفى تستلم راتب، ولكن أنت قاعد تشتغل على التخصص، وراتبك أكيد يكون أعلى من أنه كانت مقيم دولي. هاي نقطة. النقطة الثانية، ممكن غير شيء تختار غير طريق، أنه هو الأكاديميك، الشيء الأكاديميك اللي تروح لل يعني للجامعة تكمل ماجستير ودكتوراه. تسمعون هاي البعثات بالطب، البعثات هنا بالعراق غالبا تكون على الماجستير والدكتوراه، أما على التخصص فاللي يدري بيه أنه ماكو بعثات على التخصص. فهاي يعني عندك طريقين، يا أنه نهايتك تدرس بالجامعة، تصير تدرس بالجامعة مثل هاي دكاترة البايكومستري مثلا، اللي يقولون انه احنا دارسين طب وهم بايكومستري، فاحد التخصصات تكون بايكومستري، يعني يقدم رسالة بالبايكومستري، او انه بي اتش دي، يعني بي اتش دي يعني دكتوراه بالبايكومستري، هيجي شي. ذولا يعني ذولا هم اللي اقصد عليهم الاكاديميك. واكو لا، انه هذا مثلا شوف طبيب كسور، طبيب عظام، هذا مختار التخصص رايح يعني اتجاه المستشفى الكلينيكال، الشي الكلينيكال، فاكو كلينيكال واكو اكاديميك. أما المعدل التراكمي فما عندي أي فكرة عنه، غير إنه مثلاً بالسنة بالسمستر الأول كان 20 كريدت، بالسمستر الثاني كان 21، فيصيرون يجمعوهن ذني، يجمعوهن المعدلات كلهن من الأول سمستر لآخر سمستر، ويطلع بالنهاية معدلك ككل على مستوى ذني 6 سنوات اللي هي 12 سمستر. هاي نقطة. النقطة الثانية، انه اللي ادري بيه انه اكو توجه على انه يخلون اكو امتحان واحد، انه هو امتحان وزاري على اساسه انه يقسموا، يعني بعد ما اكو معدل تراكم شو امتحان السادس يكون، هو هذا الامتحان على اساسه انه يوزعونه على المحافظات او هيجي شيء. هذا اللي سمعته، بعد ما اعرف راح يطبقون هذا ما عندي فكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قد معدلك بالسادس 91، فضول حاليا بالطب، شنو تطمح للتخصص تحبه؟ نيورو سيرجري، معدلي 91 السادس. بأي مادة كنت تواجه صعوبة؟ هذا السؤال ما أدري، يعني إنه بالطب السادس، أما إذا بالسادس فالأدب، أي شيء درخي يوتيوب حفظي أواجه بيه مشكلة. عدا الإنجليزي، الإنجليزي دائما تحفظ بيه مبرر، يعني تدريد اللغة هناك من تحفظ انه قال الشاعر كذا، ولماذا كان الشاعر بالطرب، ليش كان الشاعر كذا، وانا ما الام يعني مش علي الشاعر شبي. فهاي الاشياء صراحة كراها. شلون نحصل الوضوح؟ لان حسب ملاحظة اكو 3 مستويات من الناس، اللي يوعى على وضوح بحياته ومجرد يملي تفاصيل ويصعب يصب جهده عليهن، اللي يكون مشوش لفترة وبعدين تتوضح أموره شوية شوية وما يواجه صعوبة كبيرة، واللي يعيش بتشوش عظيم وكأنه ضباب على حياته اللي فاتت واللي جاية. اللي أفهمه من هذا السؤال إنه وضوح لأهدافه، وضوح للي هو يريد يوصل له بالمستقبل، وضوح للمستقبل. أكو أشخاص يكونون ما عندهم ما يعرف وين يسعى أساساً،
انه مثلا يتخرج من السادس يقدم على تخرج من السادس كان الهدف مالته انه يطلع على معدل ممكن، ما خال هدف بباله اساسا. يتخرج من السادس بمعدل 99 يقولوا له اهلا ادخل طب، يقولوا له فلان طب اكيد طب اكيد اكيد اكيد، يدخل طب وهو ما يدري بالدنيا ايش بها ما بها، او يتخرج من الطب ويبقى حياته يعيش وهذا ما عنده اساسا اهداف بحياته، انه تحس حياته جت بالصدفة. اما اكو اشخاص لا بصراحة مثلي اني، انه يعني من اني وصغير انا كنت دائما انظر لنفسي انه انا راح اكون عالم بالمستقبل، انه عالم اضيف على العلم الموجود حاليا بشيء معين، وهي مو نظرتي بس صراحة نظرة اخوتي الاولاد. فهي شيء فكان اكو وضوح لحياتي، انه مخطط حياتي شنو هو بالضبط كان بالنسبة لي معروف. كان اكو شخص وياي كان ياخذ درجات اعلى من عندي بالابتدائية وبالمتوسطة، بالاعدادية تخربطت احواله تماما وصفه بالدهر الى انه ما نجح بالاعدادية، تحول على اعدادية صناعة او هيش شيء، وبالنهاية صار انه ناس انسان عادي، يعني انه يشتغل بمكتبة يشتغل بهيش اشياء. فصراحة جدا تفاجأت لما دريت، فانه يعني اكو اشخاص يكون يعني على ما اعتقد انه كفرق بين ذولا، شنو الفرق بين ذولا الثلاثة، اللي مثلا اكو شخص يعني هذا النقطة الثالثة، انه اكو شخص بعدين تتوضح للأمور يكون يسعى مثلا هذا طالب الطب اللي صار يتخرج مثلا وهو ما يدري بالدنيا، وبعدين درى بالدنيا وصار له توجه لشيء معين وصار له مثابر واجتهاد بجهة معينة بالحياة. فاعتقد انه الفرق بين ذولا الثلاثة انه وعي الانسان نفسه، يعني صراحة هاي أنا مؤمن بيها، أنه دائما حتى الإنسان يوصل للمستوى أو يوصل لمستوى عالي أنه هو لازم يطي من نفسه. هاي القناة مثلا كأبسط دليل، لو تروحون تشوفون أول فيديو اللي هو Medical Physics Physics of Respiratory System أول محاضرة، كان هذا أول فيديو على هاي القناة، تقارنون ما بين طريقة التصوير والصوت والأداء وكله، وتقارنون ما بين هذا الفيديو أو الفيديو اللي فيديو مثلا عن الأكزيلا راح ينزل قريبا سواء قاعد يرفع يعني. فهيج شيء، فلو تقارنون بين ذني الاثنين انه راح تشوفون اكو فرق شاسع. وشون اجى هذا الفرق؟ انه طيت من نفسي. مثلا بالبداية ما كنت ادري اساسا شنو هو الادوبي بريمير مثلا، هسه لا كنت اعرفه واتعامل وياه، وكل مرة قاعد اتعلم شيء جديد عن هذا البرنامج اللي هو بالنسبة لي بحر واسع، كل ما قاعد اتعلم عنده قاعد احس انه اكون اقص بالمعلومات دائما. فهذا الشيء دائما الإنسان قد ما يطمن نفسه، فهذا ينعكس أيضا على الحياة الطبيعية للإنسان، الحياة العادية. اليوم مثلا أني أخويا أو أبويا، أنه يكون دائما أكو فرق بالأفكار والآراء وإلى آخره، دائما أنه أكو إنسان معين، مو إلا هسه واحد من أهلي، إنسان معين أنه مثلا تسألني أني عنه أقول لك كذا وكذا، أصف لك إياه بطريقة معينة، تسأل شخص يصف لك إياه بطريقة مختلفة تماما. فالسبب شنو؟ تلاقي مثلا أنه تجي الوصف تلاقيه وصف عادي، تروح الشخص الثاني تلاقيه وصف دقيق 100%، وتلاقيه أنه يقدر يعرف اللي بداخل الإنسان شنو هو، يعني صار يعرف أشياء عن الإنسان. ليش؟ هذا أعطى مساحة أكثر لنفسه وفكر بكل شيء يحيط هذا الإنسان بمحيطه بأفكاره بهواي أمور، فصار يعني معرفته عن هذا الإنسان أكثر من عندي. أوكي، وهذا السبب إنه هذا الشخص فكر، أعطى مساحة لنفسه حتى يفكر، أعطى مساحة للفكر، أطلق فكرة. فهذا غالبا يكون لأنه أنا شخصيا صراحة إنه شايف أطباء، يعني أطباء أعرفهم شايفهم، بالنسبة لي أبوعلهم حاليا، يعني أقول إنه المستقبل هذا مصيره راح يكون مثلهم، أحسهم تقليديين جدا، فأرفض الواقع اللي هم فيه. هذا ببساطة. فأشوف اللي حولي ودائما يكون أكو إلي آراء مختلفة. صحيح اختصاص العيون يحتاج معدل تراكمي عالي، ما أدري، أعتقد أنه هو من المعدلات التراكمية العالية، أعتقد سمعت هيك شيء.
من مثلك الأعلى بالحياة؟ جاوبت على هذا الشيء بالبداية، قلت إنه ما عندي مثل أعلى بالحياة، إنه دائما أصنع لنفسي صورة خيالية بالمستقبل حتى يعني أوصل لها، إنه دائما المثلي الأعلى بالحياة هو أني بس بالمستقبل، بالصورة اللي أصنع الخيالية اللي أصنعها داخل عقلي. حبك للدراسة كان قبل أو بعد دخولك لكلية الطب؟ هذا جاوبت عليه قبل شوية، إنه لا من بداية دخولي للمدرسة، يمكن حتى قبل دخولي للمدرسة، ذكر لما كنت صغير عمري 5 سنوات، شلون تتذكر؟ هي تذكر 5 سنوات بعد يتذكر يعني، انه كانت امي شو قالتنا؟ وانت تصير شاطر بالدراسة، انت كذا انت كذا، فانسألتها ماما انا شو اصير؟ انت راح تصير شاطر مبين عليك. فكان حبي للدراسة من كنت صغير، مو دخولي كلية الطب، دائما كنت أنا من طلاب المتفوقين بأي صف دراسي بأي مكان تعليمي أكون له، كون بي حتى مو بس يعني مو بس بندرس أو كلية وكذا. شنو أكثر صفة تكرهها بنفسك؟ سؤال صراحة، يعني أكثر صفة أكرهها بنفسي ما أدري صراحة، بس إنه ما أعرف، ما أدري، ما أشوف نفسي صراحة في جانب ينكره، غريب مو؟ إنه إذا ردنا أكس السؤال نقول أكثر صفة أحبها، فممكن يكون أكو جواب بالنسبة لي، بس أكثر صفة أكرهها؟ لا طلعت، أدي التزام بس مو بالقدر الكافي، أنا دائما، مو دائما ولكن يعني جوانب يعني معينة يكون انه طموحي ما يتلائم مع التزامي، يعني التزامي مو بقدر طموحي، فهيج الشيء، فهاي صفة جدا مزعجة بس اعتقد تنحل من الصقل، اعتقد انها هي لها اساس واضح بالنسبة لي. اما اكثر صفة احبها بنفسي فافكر هواية، وافكر بكل شيء وادقق بكل شيء، وهذا الشيء دائما كان يوصلني لمستويات عالية بالاشياء اللي اريدها، فهاي اكثر صفة احبها بنفسي. احب اعكس السؤال كيفي. شنو هي نقطة ضعفك؟ ترى ماكو واحد يكون نقطة ضعفة على قناة على قناة يشتغل على العلن. نقطة ضعفي أنا دائما أحسب الأمور بطريقة مختلفة عن الآخرين، فيصير شغل نقول تقدير للآخرين أكثر من تقديرهم لي، هاي هم نقطة أكرهها بنفسي صراحة، بس ما راح أغيرها أبدا، هو مو أكرهها وإنما تجلب لي شوية ألم. طيب شنو أحسن شي صار لك؟ 2019 هاي القناة هي أحسن شي صار، صار عندي توجه، كان دائما أوقات فراغ ما أعرف وين أوديها، بس هسه كنت أعرف وين أوديها. طبعا السؤال اللي كنت ناوي صراحة إنه هذا الفيديو ما أعدل عليه، بس صار أكثر من 40 دقيقة وموبايل يسجل فقط 40 دقيقة. عموما شنو أو الطالب شلون يتأقلم ويا الطب بمرحلة أولى؟ شلون يتأقلم ويا الطب بمرحلة أولى؟ هو أكو نقطة هنا ضروري أوضحها، أنه لا تتصور أنه أنت كطالب مرحلة أولى أنه أول يوم راح تدخل الطب أنه ممكن أنه أكو طالب طب مرحلة أولى، حتى صراحة إنه لما جيت للكوفة سنة أولى مرحلة أولى يعني ما كانت سهلة إنه أتأقلم من أول يوم، فأخذت وقتي، كي أخذت وقتي، فلا تتوقع إنه أكو طالب رأسا من أول يوم يتأقلم، لا ماكو هيك شيء، ماكو، فلازم تأخذ وقتك ولازم تكتشف الأجواء كلها حتى تتأقلم بأسرع ما يمكن، إنه استفيد من تجارب اللي قبلك، هاي أفضل طريقة، بس إنه لازم هم تأخذ وقتك. ما هو المعدل التراكمي؟ ضغط المعدل، ما هو المعدل التراكمي؟ هذا يعني السؤال متكرر، همتين ما عندي فكرة عنه، كيف نحصل عليه ومتى بعد التخرج، وهل يحق للطب الطبيب التخصص بأكثر من مجال بالطب؟ هو أكيد يعني مثلاً أنا تخصصت نيورو سيرجري، بعد فترة شفت أن النيورو سيرجري مع أنه هي نادرة جدا
ما أعتقد أكو مر على الطب إنه واحد تخصص وبعدين غير اختصاصه، ما أدري ما أعرف صراحة، بس أعتقد نادر هذا الشيء. لكن اكتشفت إنه النيورو سيرجري ما يعجبني، أريد أغير التخصص. تتغير أنت بالنقابة راح ينكتب لك تخصص واحد فقط. ليش؟ لأنه هو صعوبة أن تأدي أكثر من تخصص بنفس الوقت، هذا الشيء صعوبة. بس ممكن يكون مثلا أنه أنت تأخذ الماجستير والدكتوراه بأكثر من مرة، عادي يصير، لأنه راح تنكتب عندك بي اتش دي بالفيزيولوجي بالباثولوجي بالبايوكيمستري كذا، مو مشكلة عادي. أنا مو سهل بس مع ذلك أنه ممكن، ولكن كتخصص كلينيكال لا، يكون فقط يعني فقط واحد، ما يسمحوا لك انه تكتب بالنقابة اكثر من واحد، لانه حتى انا اعرفك انت شنو، انت نيورو سيرجن ولا جنرال سيرجن ولا شنو، بالمستشفى انت شنو راح تكون، فهي شيء. طيب ممكن تشرح لنا عن هذه المجالات واجواءها وشنو وشو تلائم؟ وشكرا لك، انا شرحت بالبداية عن هذا الشيء، فهذا سؤال يعتبر متكرر. شنو الغرض من القناة الأساسية؟ هي ليش موجودة وشنو تختلف عن بقية القنوات الطبية؟ تختلف انه بها شروحات تفصيلية، يعني هذا التفصيل اللي تشوفوه بالقناة انا شخصيا ما لقيته بقناة ثانية. دائما الفيديوهات على اليوتيوب تكون الغاية منها انه جذب مشاهدين ومتابعين، فتكون مختصر الى ابعد الحدود، مو إلى بعد، فنقول يحاولون يختصرون بجد ما يقدرون بيها، حتى يعني لأنه دائما الفيديو المختصر إنه والقليل ويعطي معلومة سريعة، يكون المشاهدة إلى إحنا ما تسمتم تبحث على اليوتيوب راح تروح للفيديو اللي يكون مختصر أكثر شيء. بس إذا بحثت عن موضوع معين وما لقيت أكو فيديو مختصر، لقيت بس استاذيز ألايف كاتب أو ناشر عن هذا الموضوع، فراح تضطر إنه تحضر هذا لحد لو كان مختصر. بس انا دائما احاول صراحه ان اختصر عليكم بالديسكربشن، او انه يعني اكو فد خطط يعني كثيره كنت اسويها للاختصار، بطلتها شويه لانه يعني الفيديوهات ما كان حاليا يعني ماكسيمم ممكن توصل ساعه و 15 دقيقه، بالنسبه لي مو وقت كثير، يعني هي بالنهايه محاضره، فاللي على هذه القناه محاضره يعني. هذا اللي يميزها انه التفصيل كثير، وتنزل المستوى ادنى طالب، فهي الشيء، فهذا اللي يميزها. شلون اقدر اعتبر هالقناه معتمده وموثوقه؟ يعني انا مطلع المصادر ومتكلم على المصدر نفسه، فاكو شيء موثوق اكثر من المصدر؟ ما اعتقد اكو. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه المحاضرات اللي أسويها هي من المصدر نصا، بدون أنتم تروحون تشوفون المصدر وتقارنون بين اللي مكتوب بالمحاضرة البي دي اف المحاضرة اللي تطلع على الشاشة والمصدر، راح تلاقون انه هي تقريبا نصا. فهم مجرد انه اغير، احيانا اكو شغلات احذفها اضيفها اكثر من مصدر، اجمع يعني معلومات، ترتيب كذا، انه هو هذا اللي راح وهذا اللي اسويه يعني بالبوربوينت هو هذا. انت سويت فيديو تعريفي عن القناة بعنوان افضل القنوات الطبية العربية، ممكن مستقبلا تكون افضل القنوات الطبية الانجليزية؟ ممكن جدا، هماتي انه هذا من مخططاتي بالمستقبل، لكن بعد لغتي ما تساعد تماما انه تكون بالانجليزي تماما، احتاج انه اقوي اللغة بشكل كبير. نفس الوقت انه حاليا اريد اشتغل على العربة، اكو هواي قنوات اجنبية، انا عندي شيء مختلفة أضيفة على ذني القنوات الأجنبية الموجودة، لأنه القناة بنفس الترتيب، ما أدري يمكن أنا ما مطلع باليوتيوب، بس أعتقد أنه إذا ما كانت أعتقد نادرة، أعتقد إذا ما كانت نادرة فمن القلائل موجودات، أعتقد نادرة. طيب رأيك بالعمل بعد السادس بشكل خاص، العمل أونلاين مع الدراسة وأيام العطل والاستقلال المادي، وهل حاولت تستفاد ماديا من اليوتيوب؟ أوكي. رأيي بالعمل بعد السادس، يعني قصده بالعمل أثناء الكلية أونلاين وكذا، يعني كلش لطيف، كلش لطيف العمل أونلاين. جربت صراحة نشتغل أونلاين ونجحت التجربة، بس
كوقت يعني بين القناة ودراستي أنا يعني كطالب يعني، وهذا العمل 3 نقاط كانت صعبة إدارتها، ف يعني انسحبت من النقطة الثالثة لأنه كانت هي الأضعف نقطة أقدر أتخلى عنها يعني. هاي النقطة. النقطة الثانية تستفاد بعد يوتيوب، يعني جاوبت على هذا السؤال، وإيه عندي خطط ولكن مو من اليوتيوب نفسه، يمكن من جمهور القناة نفسه، لأن جمهور القناة مهما كان رح يبقى دائما ماكو فائدة من عنده، بس اليوتيوب نفسه إنه معتمد على أدائي أوني، فيعني أعتقد جمهور القناة رح يكون مردود المالي أكثر بكثير. برأيك إنه يكون تنوع بالحياة ممكن يحمس للدراسة أو يخفف حملها ومللها لما الشخص عنده أكثر من جانب يملأ أيامه مثل الشغل والنشاطات، وكيف ممكن ينوع الشخص إذا كان غير اجتماعي بطاريته الاجتماعية تخلص بسرعة؟ بطاريته الاجتماعية تخلص بسرعة. هو أكيد التنوع، يعني أنا حياتي مو بس دراسة، يعني ما أريدها تكون أساسا بس دراسة، هذا بشكل عام. يمكن ما أسوي هو شغلات بحياتي اليومية، بس بابا مسلسلات، فيديو، يعني أفلام، إنه كتب، روايات، شيء إنه أحاول دائما أغير جو، أغير جو، أطلع، إنه رغم إنه طلعاتي محدودة بس إنه أحاول دائما إنه أغير جو، ما أظل بس بالدراسة. وباليوم الواحد إنه لازم يكون أكو هروب من الدراسة، أسميه هروب من الدراسة شوية حتى أقدر أتأقلم. يوم ورا يوم، يوم ورا يوم من كل دراسة، ما أعتقد أقدر أقاوم هيك شيء، لازم يكون أكو دائما تغيير. أما واحد بطاريته الاجتماعية تخلص بسرعة، ما أدري صراحة، إنه أنا شخصيا واحدة من الناس، الشخص اللي أقعد وياه إذا ما أحبه وأحب جلوس وياه ما أقعد وياه، والمشكلة إنه اللي أحبه ومحب جلوس وياهم صراحة قليلين، فبطاريتي الاجتماعية يعني هم تخلص بسرعة، بس على حسب الشخص، إنه أحيانا ما يكون أساسا عندي بطارية اجتماعية مع بعض الأشخاص، فالحل مالتها شنو؟ أنه يمكن المشكلة أساسا ما عندك مشكلة بالناس المحيطين بيك إنهم ما قاعد تطلقهم، ممكن يعني. هذه هي عبارة عن صورة وأني إليس بالصف الثاني، يعني الصف الثاني ابتدائي. So cute. طبعا هذه المعلمة، كانوا يسموها معلمة ومدرسة ولا دكتورة. هذه المعلمة إنه كانت لطيفة كلش، ألطف من ديش القبلها الأول ابتدائي، كانت تضوج من عندي وأنا أضوج من عندها، بس ما أعرف ليش، ما أعرف السبب، تقول علي أنه كنت أخزرها هواية، ليش ما أدري. من كنت صغير يعني أبو مشاكل، كنت وكيح كلش. تابعوا الفيديو وشوفوا آخر صورة. طيب، رأي عام عن الصداقة بمختلف مستوياتها وأنواعها، صداقة نت كلية إلى آخره. بشكل عام عن الصداقة، أكو جملة كلش لطيفة، مو أنا اللي قايلها بس شخص قايل إياها إلي بشكل خاص. الصداقة والحب مخزون الإنسان من الطاقة، فبدونهما لا يكون هنالك حياة ولا جمال. أنا طلبت من هذا الشخص أنه يسمح لي أنه أضيف على هاي الجملة فأوافق، قلت له وهو ما قدر يصيب الإنسان موافق، قال موافق. هذا الشخص أنثى على فكرة. طيب، هاي الجملة شو توضح لنا؟ توضح لنا أنه فعليا أنا يؤمن بهذا الشيء، أنه الصداقة، الإنسان بدون صداقة، بدون حب، بدون علاقات اجتماعية راح تكون الحياة صعبة، حيحس نفسه واحدة. تخيل أنت تعيش وحدك على كوكب، هواي أشياء راح تنتهي، وحدة منهم مثلا أعيش وحدي على كوكب، ما راح أسوي قناة، ما أحتاج أدرس، أنه أدرس حتى على مود شنو يعني، أنا هسه قاعد أدرس هذا دراسة الطب على مود شنو، أنا بالمستقبل أكيد أفيد وأستفيد، بس أنه لو ما أكو ناس يعني بهذا المعنى، هي ممكن ينطبق نفس الكونسبت، نفس المفهوم على هذا الشيء، يعني أنه دا ماكو صداقة، ماكو حب، أنه الحب مو حب البنت وكذا، حب بشكل عام، يعني أنه مثلا
أنا عندي صديقات يعني أحبهن، أكيد أحبهن، بس هل أحبهن بصفة، لا بصفة صداقة، بس بصفة أخوة صداقة هيجي شيء. فرأيي أنه الصداقة مهمة جدا، هذا بشكل عام. الصداقة من النت، أنه عندي هواي أصدقاء يجوني بسبب صراحة هاي القناة، أصدقاء تواصل بهم بس على النت، ما شايفهم، ما أدري أشوفهم ولا لا، بس على النت. شباب، اكو شباب واكو بنات، يعني مو بس بنات يعني، ولا بس شباب. طيب بالكلية، صراحة صداقة الكلية ما ادري، بس كزملاء خاف يزعلون شلون، كانت صداقاتي من خارج زملائي، من خارج الدفعة، من خارج زملائي بالطب، حتى من المراحل اللي قبله واللي بعدي، كانت يعني أحسها أوثق، أصدق بالنسبة لي، أهم يعني. السبب ليش ما أعرف، يمكن يكون تنافس، يمكن ما أعرف، ما أدي سبب منطقي مقنع، بس ما أعرف، يمكن هو بمجرد نصيبي أكثر. وأسباب برودها وانتهائها قلة الاهتمام. أنا كانت أكو عندي صديقة نتراسل هواية، بعد فترة إنه قمنا ما نتراسل بدون سبب واضح. السبب اللي لقيته انه اني ما اهتميت، اني اللي ما اهتميت وهي بادلتني بنفس الشيء. بعدين انا حاولت اهتم، هي تهتم لاهتمامي، ما اهتم ما تهتم. فيعني انه على ما اعتقد انه هو قلة الاهتمام وانتهائها يكون بسبب ايضا قلة الاهتمام. اكو عندي صداقات بلبنان انتهت تماما، رغم انه ما كان اكو سبب لانتهائها ولا كان اكو اي خلاف، بس انتهت تماما. يعني هو بالعادة الانسان، أنا أنسب حياتي اليومية أنه يعني اليوم اللي ينجز بي اليوم اللي أبقى وحيد، اليوم اللي أراسل بي هواي ناس غالبا ما راح أنجز، يعني ظروف حياة. بس مو معناته أنه أغيب لفترة طويلة عن حياة ذول الأشخاص، لا، يكون أكو تواصل بين فترة والثانية، هذا مهم، يعني أعطيهم من وقتي، هو هذا أهم شيء. مناسبة الأحداث اللي جاي تصير بالعراق، سؤالي عن الوطنية، هل قيمتها تنحصر بالشعور بالانتماء وأنك جزء من كل، وهل غيابها لأي سبب يعوض شعور الإنسانية فقط، أم هل الاثنين نفس الشيء بالأساس؟ شعور الوطنية وشعور الإنسانية، أكو عالم أو مو عالم، هو فيلسوف برتراند راسل، طبعا هالقدم كلش بريحة، العالم أو الفيلسوف برتراند راسل يقول إنه الوطنية هو مجرد تعصب، اعتبر هيك، انه انت متعصب لوطنك وكذا، انه اذا كنت انت عراقي فاني راح احبك، اذا كنت انت مثلا سنغا بنغلاديشي، ماكو يجي دولة حتى ما يكون اكو تحيز ضد، ما راح احبك. يعني هذا شيء بحد ذاته يقول، ولو اختلف مفهوم، يعني ماكو بعد عراق وأردن وكذا، ماكو هيك شيء، فراح يصير يعني التعصب على مستوى المحافظة مثلا، الدور يصير فهيك شيء، يعني انه مثلا انت بن محافظتي، فيعتبر انه هذا يعني بنوع من التعصب وشيء فارغ، شيء فارغ. فيقول انه الإنسانية أسمى، وأنا صراحة مقتنع بجزئيات من هذا الكلام، انه الانسانية اسمى انه واحد يفكر بيها. يعني اعتقد انه الانسانية اهم بكثير من الوطنية. اختفاء الوطنية يمكن مثلا انه مثلا انا اذا اروح اعيش بدولة غير العراق، اكيد راح احن للعراق لانه عندي هاي الوطنية اللي هو هذا الشيء العاطفي، اوكي، بس انه مو معناته غياب الانسانية، غياب الانسانية حيكون مشكلة بكل الأحوال، بس غياب الوطنية ما أدري، طيب ما أعتبره مشكلة بكل الأحوال، يعني بحالات معينة ممكن يكون، لكن مو معناته هو، هي هنا النقاط أكو. إذا مثلا أنا ما عندي وطنية للعراق فأني أخون العراق، لا، ما هو إذا أخونت العراق هاي مو إنسانية، يعني هيك شيء. ممكن إحساس الأهمية يجي من إحساسنا بالمسؤولية تجاه الجيل اللي يجي بعدنا ويعيش بهالمكان، وهل من الأنانية أنه نبني حياتنا لأنفسنا بمكان ثاني متكامل ونقدم
خدمتنا فيه باسم الإنسانية وتخلى عن الوطنية. هو إذا أنا خرجت من العراق ورحت لأمريكا مثلا أو رحت لكندا أو رحت لأي مكان، أوكي، هو معناته أنه أنا تخليت عن العراق. أعتقد أنه هذا المفهوم أنا مختلف، يعني مو تخليت عن العراق، يعني ماكو واحد ما يتمنى أنه بلده يكون أفضل شيء. وأتمنى أنه لو كان بالعراق المقومات الكافية حتى أقدر أكمل دراستي مثلا. أنا واحد من الناس أنه من أحد طموحاتي صراحة ويمكن الأهداف اللي أريد أحققها واللي جاي أسعى فعليا لتحقيقها، أنه أسافر خارج العراق وأكمل دراستي بأحد الدول الأجنبية أو الغربية، أو حتى لو إذا كانت عربية ف يعني أنه ما راح تكون العراق، يمكن لأنه الوضع الحالي يعني هي المشكلة اللي أنا أؤمن بها صراحة، هي المشكلة إحنا أنفسنا، يعني العراقيين أنفسهم المشكلة بيهم مو بالحكومة، أو يعني إنه حاكم الشعب من الشعب، هذا اللي أؤمن به. أتمنى أن يكون بالمستقبل أكو تغيير في ظل الظروف اللي إحنا بيه، أتمنى التغيير. وهل أنا مؤمن بالتغيير ولا لا؟ اللي شفناه بساحة التحرير فشي مشرف جدا. كنت صراحة أتمنى أنه سكني بغداد حتى يكون عندي سبب منطقي على الأقل أمام أهلي أنه أروح لساحة التحرير وأنه أشوف الوطن اللي هم عايشين هناك بشكل فعلي، فبس ما صارت فرصة، هو اللي ما يخلوني باختصار. فغياب الوطنية يعني مو معناته أنه إحنا ذا سفرنا خارج العراق وباسم الإنسانية قمنا نعامل مثلا الأشخاص الغربيين باسم الإنسانية أنه معناته أنه إحنا خلنا وطننا، لا ما أعتقد هذا الشيء. ولكن ما يصير مثلا أنه هناك نروح مثلا هناك الدول الغربية ونصير نحكي عن العراق والعراقيين ونتخلى بشكل رسمي من داخل أنفسنا، فهذا يكون ضد الإنسانية أساسا. فهي الإنسانية الإنسانية يعني برأيي تدعم إلى حد ما بعض المفاهيم اللي إحنا نؤمن بها باسم الوطنية، أنه ما أخون وطني يعني معناته أنا وطني، أنا أما أتين إذا كنت إنساني ما راح أخون وطني، هذا قصدي يعني بشكل عام. سؤال طولت بي. هل ناوي تنوع بالمحتوى مستقبلا؟ ليش أساليب الحياة مثل النباتية؟ أوكي، بما أنه تتعلق بالطب أو توعية بيئية، لو تتزم بمواضيع الدراسة والتحفيز أو ممكن تفتح لهم قناة منفصلة. صراحة عندي فكرة على فتح قناة، أساسا فتحتها مو عندي فكرة بس بعد ما نزلت فيها ولا فيديو. أي أكيد ناوي، يعني ناوي أنوع وبشكل كبير، بس حاليا يعني مثلا بمعدل فيديو كل يومين، يعني بين يوم ويوم فيديو، انه مو بالسهل يعني خليني اشتغل هواي، يعني كل ما تتقدم بالاداء. يعني مثلا اكو فيديو صورته قبل فتره، يعني هذا ثاني فيديو اليوم صوره، انه يعني اخذ وقت طويل بين تصويره بين اعداده، هو اهم شيء اعداده قبل التصوير، المحاضره نفسها، انه لازم ادرس، لازم يعني لازم اسوي الباوربوينت، لازم انه حدد احيانا اصل لدرجة انه بعد ما اعرف شو اسوي، انه مثلا هذا الموضوع اصنفه شنو اللي اسوي به. واحدة من هاي الليمفاتيك سيستم انه صراحة اخذ مني وقت فقط بالتفكير، وجاءت المحاضرات السابقة دكتور رمضان تعرفوه صرت اعتقد، فانه يعني شفت ان دكتور رمضان لا اختلفت ويا بعض النقاط، يعني هيك الشيء انه رجعت للمصدر، اكو مصدر ثاني هيك. احيانا يعني احيانا احس نفسي انه انا محتاج فقط ابعد حتى افهم شو اسوي. فعمل الفيديوهات مو بالشيء السهل، الفيديوهات العلميه خصوصا، هو صناعه المحتوى يحتاج وقت. يعني اكو شخص يعني هذا مدى مليون مشترك يقول انه حتى اسوي فيديو اخذ من عنده 10 ايام حتى يسويه، بالايديتنج ياخذ وقت طويل، بمثلا التصوير بالافكار ياخذ وقت طويل. فكل ما ارتفعنا بالمستوى مستوى المحتوى يعني كلما زاد عدد، يعني زاد الوقت اللي يحتاجه الفيديو الواحد. قبل مثلا بايام الميديكال فيزيكس كنت يعني اقرا يعني تقريبا نفس الوقت اللي اشرح بيه اقرا بيه، يعني اذا راح اشرح ساعتين فاقرا ساعتين كلش كافي، واحيانا اقل. فافتح اللابتوب واقعد اصور، انه احتاج فقط اللابتوب الماوس واقعد اصور وخلاص، ومو مهم شو راح يطلع شكله، لانه شكله اساسا ما راح يطلع،
فهيج شيء واقعد اصور، راح ياخذ وقت اقل. اديتنج ما اسوي اي اديتنج اصلا، مجرد ان اخلص الصورة صار رفعته. يعني اقعد احكي ساعتين، ساعة هاي الفيديو صار ساعتين وثلث، انه ما سويت بيه اي نوع من انواع الاديتنج ابدا، لا للصوت ولا لاي شيء ولا لاي شيء ابدا، ورفعته مثل ما هو رفعته. فهيج شيء يعني، ف مثلا هيج فيديوهات اقدر باليوم انزل فيديو يعني ثلاثة يعني، بس من يكون لا اريد ارفع بالمستوى انه يحتاج وقت اكثر. فاي نوع انواع، والتنوع اللي مفكر به هو نصائح من ناحية الصحة، بس يحتاج بعد وقت مو هسه. شنو هواياتك؟ هواياتي، كانوا دائما يسألوني شنو هواياتك، كنت ما اقدر اجاوب، بس هسه لا عندي الاجوبة، اكتشفت عندي هوايات. كتابة، اكتب هواي شغلات. عندي فيديو راح ينزل ان شاء الله قريبا، ما اريد اوعد لين صرت وعد اشخاص انه انزله، واكو اشخاص منتظري وعندهم فضول كثير على هذا الفيديو، رغم انهم ما سمعوا يعني بشكل صوتي، بس عندهم فضول على هذا الفيديو. فاكتب شيء يشبه بالشعر، هو نثري بس ما ادري بي وزن قافية احيانا واحيانا ما بي، مو قواني باللغة العربية، ولا اساسا اسمع شعر هواية ولا اقرأ شعر، بس هيج اكتشفت انه عندي نوع من انواع ما ادري موهبة او لا، بس انه عندي اهتمام بهذا الشيء، واكتب كتاباتي حلوة وموجودة على قناة الانستغرام، صفحة الانستغرام موجود هذني حكم، تدخل اكو هايلايت، اكو ستوريات هايلايتد، فذني عبارة عن كتاباتي الخاصة. اكو قناة هم ترى خلي رابط اسفل اسمها اعادة توجيه قناة الانستغرام، ذني تقريبا كل كتاباتي، هذا بعض الأشياء يعني تعجبني فانشرها. الكتب اللي تحب تقرأها، كتاب مفضل، كتب اللي أحب أقرأها، أحب الروايات أنسجم وياها جدا، أندمج وياها، منها رواية الجريمة والعقاب، بعد الجزء الأول باقي العشر صفحات ويخلص، والجزء الثاني يعني إن شاء الله بلش بيه بعد يخلص الجزء الأول. الجزء الأول جدا أخذ من عندي يعني، أحيانا ترك لي أيام وأرجع له، فهيج شيء. من كتب المفضلة هو جريمة والعقاب، طريقة يعني هو دوستويفسكي أعتقد هو هذا أفضل لفظ، كل واحد يلفظه شكل هذا، دوستويفسكي فدوستويفسكي على قولت هاي مروى عاصم، من هي مروى عاصم؟ معلقة صوتية. فهذا من ألطف الكتب اللي قرأتها كرواية. مسلسلات، الأفلام، الأغاني، الشعر يعني مرات يلفت نظري شعر معين فأحبه. أشعار موفق الرباعي لطيفة، أوكي. الأغاني، كاظم ساهر، أليسا، بعد منه شيرين، بس مو كلهن، أكو تفصيلات أغاني حلوة، مو مغني معين يعني، تجذب الأغنية نفسها هي اللي تجذب اهتمامي، بس غالبا أغاني كاظم حلوة بالنسبة لي. المسلسلات، الأفلام، حالياً قاعد أتابع مسلسلة The Blacklist، ريدينغتون شخصية ريدينغتون نفسها حلوة، فأحياناً تعجبني المسلسلة هي شخصية ممثل واحد أو ممثل. آلة موسيقية، ما أعرف أعزف على آلة موسيقية، لا، هو مجرد سمعت آلة، قرأت آلة موسيقية لا. وتريد تتعلمها؟ أريد أتعلمها على فرض عندك اهتمام بالموسيقى. البيانو صراحة كل شيء يجذب اهتمامي، جوز في يوم من الأيام أجيب البيانو ما أدري، بس كل شيء يجذب اهتمامي صراحة، أعتقد أنه راح أكون عازف جيد بالبيانو. شنو رأيك بالتأسيس نوادي نشاطات بكلية الطب، مثل نادي القراءة، الكتابة، الفن، الموسيقى، نوادي رياضية؟ جدا أشجع تخلي الناس اللي ينسجمون مع بعض يلتقون. أنا مرة حضرت أحد النوادي، إيش الشيء يعني، جامعة بيروت يعني، يأسسونها بالعادة الطلاب شوي، يكون أكو دعم مثل شنو، قاعة مثلا، وفر لهم قاعة، هذا الشيء موجود بالجامعة، تلاقي قاعة وين ما تريد. فممكن يعني، ممكن إذا شخص عنده اهتمام بيجي شغلات واني هم عندي اهتمام بيجي شغلات، ممكن نأسس إيش الشيء بجامعة الكوفة عادي مع مجموعة من الأشخاص عادي يعني، ما يرتبط أنه لازم يعني، هو اللي يحتاجه يمكن قاعة، هم ذول الطلاب مجموعة من الطلاب يحتاجوا قاعة كانت موجودة هي دائما. فنادي أنه كتب،
يقرون كتب سوية، يلتزمون بكتاب معين ويقروه، وبالنهاية انه يكون مثلا انه لازم كل واحد يجي ويشرح عن الكتاب اللي هو قرأ، يعني يسوون في ترتيب معين، ولكن هو الغاية من قراءة كتب. مثلا نوادي رياضية اكو هيك شيء اعتقد اساسا بجامعة الكوفة، ويكون لها كريدت اضافي على المعدل، ممكن يطبق على نظام المقررات بما ان نظامها تجميعي مو بس فاينل، وبدون كريدت باقي المراحل فاينل احس ممكن تغير جو كلية الطب الكئيب. صراحة اتفق، جو كلية الطب كئيب وطلاب الطب كئيبين صراحة، ما ادري ليش كئيبين طلاب الطب، ما له علاقة بالدراسة يعني، لانه ما ادري بس هما كئيبين. اتفق. التطالب منه بعد. هاي نقطة. النقطة الثانية انه فاينل وتجميعي وعلى، يعني هذا ايش دخلنا الجامعة، دخلنا اشياء ادارية، فهو لطيف حلو، بس هل ممكن؟ مشكلة انه احنا نعاني من يعني الشباب والشياب، يعني اكيد اغلب الاساتذة ماكو توافق. رهيب هذا الشيء، راح يجنني يعني، ماكو توافق، كل واحد يحكي شكل، امام ما نتفق احنا والشياب، ما نتفق صراحة. هيك احس، اتمنى انه في يوم من الايام احنا مثلا نصير شياب والجيل اللي يجون، اتمنى انه نراعي هذا الشيء ونكون نتفق وياهم، لانني يعني غاسل ايدي تماما في ما يقولون، ويائس تماما من انه جيل الشباب حاليا يتفق مع الجيل اللي سبق مثلا الستينات السبعينات، الا ما ندر حسب الشخصية نفسها، حسب الشخص نفسه، بس بالغالب ما قاعد نتفق، ما اعرف ليش، مشكلة بينا بيهم ما ادري. اوكي، جاوبنا على هذا السؤال. السؤال شوية شاطح عن الفضاء. بعد 4 سنوات حتصير رحلة ثانية للقمر، تكون تجربة عيش محاكاة للعيش على المريخ، ممكن تروح تعيش بالقمر او المريخ، مع انه الرحلة ما بيها رجعة حرفيا، وتأخذ الظروف الصعبة بنظر الاعتبار، بس حتكون بايونير ما اعرف شنو هي بالضبط، ومن البشر الاوائل، بايونير من البشر الاوائل، انا تاتي اي معناها، اللي يسكنون بالفضاء وتتخلد بالتاريخ وتعيش تجربة نادرة جدا مقابل تترك الارض واللي بيها. انا اسوي بغمضة عين، باي. اي تلفت نظري هيك شيء، بس اذا ردت اروح اخذ الانسان اللي راح احبها، بدون الانسان اللي راح احبها لا ما اقدر، اعتذر سوري، بس ممكن اذا الانسان اللي احبها تجي وياي فمستعد فعلا انه اسويها بغمضة عين واقول باي. تخيل اعيش فقط على كوكب ويا الانسان اللي احبها مهما كانت الظروف صعبة، مستعد صراحة، بس يكون اكو تواصل بيننا احنا اهل المريخ وبيكم انتو اهل الارض الطيبين، حتى اسوي لكم فيديوهات. حتى يكون تواصل، اكيد اكو تواصل انترنت حتى لو يتأخر، مشكلة ما اتوقع المريخ راح يكون الانترنت فول يعني، اكيد راح ياخذ وقت، بس انه مع ذلك يعني مستعد. تحسن في اللغة الإنجليزية عن بداية السنة، أذكر كنت تواجه صعوبة بها. أنا كنت أواجه صعوبة باللغة الإنجليزية عن بداية السنة، لا صراحة يعني، هي بجامعة بيروت كان يعني هي أعطتني دفعة كلش قوية، بجامعة لبنانية تحسنت، أخذت 3 أشهر خلصتها يعني. الجامعة اللبنانية تسمع إنجليزي، ما تحكي انجليزي، ما يطالبك بحكي انجليزي، بس تسمع انجليزي، الطلاب يحكون انجليزي، الاساتذة يحكون انجليزي، تسمع انجليزي، تقرا انجليزي، تكتب بالانجليزي، فكله يكون بالانجليزي، فغصب عليك انه خلال 3 أشهر تنتهي الموضوع. بس انه هاي بالكوفة يعني، واكيد زادت لغتي اكيد، انه مارست اكثر، ومن خلال القناة ضافت لي يعني، قمت احكي هواي بالانجليزي، لانه النص اقرا بالانجليزي الفيديوهات، ف يعني اعتقد ضافت، بس مو انه اواجه صعوبة، ما كانت صعوبة اللغة الانجليزية عندي، حتى بجامعة بيروت ما كانت صعوبة، جامعة لبنانية انتهت الصعوبة، صارت ما تشكل يعني عائق. اهم الاشياء اللي تعلمتها هالسنة بمختلف النواحي، هواي تعلمت شغلات،
شوف، أني مهما كنت أدرس سابقا، كنت أدرس قبل هاي القناة يعني، مهما كنت أدرس بشكل جيد، أنه يبقى أنه بهاي القناة شيء مختلف، شيء مختلف بكل المقاييس. أنه يعني أنه تدرس كأستاذ غير أنه تدرس كطالب، يعني هواي 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 ضافت لي هاي القناة، وهواي أنه تعلمت أشياء من خلال هاي القناة كناحية دراسية. أما كمن نواحي أخرى البشر، تعلمت هواي أشياء عن البشر، الناس. أنا اهتماماتي تتلخص مو بس بهاي الفترة، بشكل عام من ثلاث نواحي. أول ناحية العلم، هو نمبر وان عندي من الاهتمامات الجادة، يعني اهتمامات جدية يعني. الاهتمام الثاني هو بالناس، اهتم بالناس دراستهم. والفلسفة، الفلسفة اعتقد بعد الناس، مع انه هي الفلسفة هو استخدم الفلسفة على الناس، فهيجي شيء استخدم الفلسفة بالعلم، فهي الفلسفة بالنسبة لي اداة لفهم الامور. الفلسفة مو هاي الفلسفة التفلسف الفارغ اللي نعرفه، لا، انه فلسفة من نوع مختلف، هيجي شيء. فتعلمت هواي عن الناس، عن المجتمع، احس انه كان ناقصني هواي شغلات اعرفها، ولا ازال اتعلم، بس تعلمي بطريقة مختلفة. مو معناته انه كل شيء ما اعرف عن الناس كنت، لا، تعلمي بطريقة مختلفة، قمت اعرف اشياء ما كنت يعني يمكن كنت متوقعها، بس واجهتها بشكل فعلي وتصرفت وياها. هذا الشيء هواي علمني. تطلعات وخطط السنة الجديدة، هذا الشيء هسه هو انا من قاعد اصوره ما موجود، بس هو راح يكون بداية الفيديو، يعني اكو فت شغلات بداية الفيديو راح تكون عن هذا الشيء، ولكن كملخص، وطالما انتم شفتوه بالبداية يعني راح تشوفوه بالبداية. تطلعات وخطط جديدة، انه دائما انا دائما بكل فترة بحياتي اطلع لشيء جديد، اطلع للتغيير، على الاقل على المستوى مثلا، يعني مثلا كنت بالاعدادية، كنت على مستوى الاعدادية كنت افكر انه بالسنة اللي وراها مثلا تخلص سنة وبداية سنة جديدة افكر اكون مختلف عن السنة اللي فاتت. فدائما انه اكو شيء جديد، مو هي لانه راس سنة او شيء، دائما اكو شيء جديد، هذا اللي انا متأكد من عنده بحياتي، يعني دائما اكو شيء جديد. يا مرحلة انت وش قد ما عندنا لك السنس، هذا جاوبنا عليه. 91 ومرحلة ثانية طب، ندمان لان دخل الطب. هاي القناة مال واحد ندمان. لا ابدا مو ندمان ابدا. قرأت بتعليق بقناة ابو فضل الساعدي، واول مرة اشوف قناتك، وعدي سؤال، شلون معدلك 91 من قبل الطب الكوفة ما يقبلون بهيج معدل؟ اتمنى تجاوب. تخيل المفاجأة انه طلعوا يقبلون، واني هسه طالب طب مرحلة ثانية بالكوفة. القصة كاملة موجودة يعني على القناة، فماكو بالداعي انه يعني اقولها. هاي نقطة. النقطة الثانية، تعليق بقناة ابو فضل السعدي، هو ناشر، يعني صراحة انا ما متابع ابو فضل السعدي، بس هو يطلع لي، يعني كنت اقلب اليوتيوب طلع منشور انه ضيف قصصكم بالسادس، فاني الحرفين اللي كتبته قلت انه معدلي 91 بالسادس ودخلت كلية الطب، مالي مزاج، او مو مالي مزاج، القصة طويلة ما اقدر اكتبها كتابة، انه ادخل على القناة وشوفها على قناتي. هذا اللي كتبته، فهو يعني حتى لو قاري كان الداخل وعرفت انه هي اساسا القصة موجودة يعني على القناة. ها كانت كل الاسئلة، that's it. اتمنى اكون ما طولت عليكم، ونلتقي بفيديو اخر. طبعا هذه الصورة الثالثة والأخيرة، هناك ما يبدو أن المعلمة طفشناها. طيب هسا اللي حدد بالثلاث صور أنه أنا وين بالضبط، وخذ السكرين شوت وحدد وسوى على أي دائرة، إيش حمراء دائرة، ما اختاروا لون حلو السمائي، هم لون المفضل السمائي، فاختاروا لون السمائي كيفكم طبعا باللون. هاي نقطة، يرسلها إلي طريق انستغرام، فيسبوك، تليجرام. شنو اللي راح يستفاد اذا رسل لي اياها؟ راح يكون اكو الى فيديو، هو يختار فيديو معين اسوي له اياه. الفيديو يكون يعني فيديو علمي اكيد، او يطلب انه مثلا شرح فد شيء معين، طبعا حسب امكانياتي وحسب توجه القناه، وحسب يعني اكيد يكون الفيديو له شروط، يعني مو جاي فيديو يعني مثلا اسوي له فيديو عن
مربى بالمربى المشمش، ما ادري اني مربى المشمش بيه. ويكون يعني ضمن مستواي الدراسي، يعني مو مثلا مش راح محاضرة بعد سنة رابعة، يعني لا اكيد في شيء. فهو راح يكون الفيديو بيه شروط معينة، نتفق اثنيناتنا انا وياه، بس كون حددهم صح يعني، نتفق وعلى اساسه انه سوي له فيديو خاص له، هو يطلبه يعني طلب مخصوص بهذا المعنى. ترى هو مش قليل يعني واحد يسوي فيديو. اوكي ذاتس ات، هاي الجائزة. وسنة سعيدة، ونلتقي بفيديو اخر. هاي قلتها بس سنة سعيدة ما قلتها، بس بداية الفيديو سنة سعيدة.